سيتم إطلاق البوابة الوطنية للمقاول الذاتي والوكالة الوطنية للمقاول الذاتي في جانفي من سنة 2024 إن شاء الله. وهذا ما سيمكن من عدد كبير من الشباب خاصة من اللي راهم يمارسوا أنشطة مربحة ولكن في إطار غير رسمي أنهم ينخرطوا في الحياة الرسمية وحتى يكون لهم في البنك معناتها دي كونت بنكار يساهموا أيضا في دفع ضريبة حتى أن الضريبة جد ضئيلة هي 0.5% من الليفو معناتها سيت ان ريجيم اكستريمون intéressant وايضا نظام فيما يخص الضمان الاجتماعي اللي هو ايضا محفز جدا.